السلام عليكم ورحمة الله متابعين الجميلين الرهيبين، شكرا لدعمكم. حلقة جديدة، حلقة خرافية. اليوم انضميت المنظمة كلش رهيبة كلش خطرة، وصاحب المنظمة زعيم كلش واصل. اليوم اختبرني وراح ينطيني مهمة انه اختال شخصية مهمة حتى اثبت ولائي له وانضم لهاي المنظمة. فبالبداية هنا اجت القصر مالته، دعاني اليه هو القصر اعطاني اللبس مالته، وهنا راح يبدي يطيني المعلومات المهمة. السلام عليكم سيادة الظل. عليكم السلام ورحمة الله، حياك يا هلا، هلا بالمميز. طبعا أنا كل فخر أن أتحدث ويا سيادتك وأنتمي لأفراد عصابتك. تشرف فيك، لكن إذا حاب تعرف أنه أنت لابس ملابس يعني أكيد أنه أنت دخلت ويانا. أحب أقول لك أنه أنت لحد الآن مو ويانا، لبستك هذه الملابس وانطيتك هذه الملابس حتى تلبسها لأنه راح تبدأ بالمهمة الأولى. ماشي؟ ماشي. راح أكلفك بالمهمة الأولى. المهمة الأولى يا أستاذ مميز، من إيدك هاي لإيدك هاي، إذا تريدني هسه أقتل لك نفسي حتى أثبت ولائي أنا مستعد أقتل لك نفسي. لا لا، أنا ما أختبر إخواني هيك، ولا أختبر الأخوة اللي ينضمون للمنظمة بهذه الطريقة. أكو شخص راح أعطيك معلومات عنه كاملة، راح أعطيك حاليا وين متواجد، زين؟ تروح للموقع وراح أكلفك بكل شيء راح تسويه، وبالنهاية أريدك تقتله. ضابط مرتشي وملطخ إيده بدم الأبرياء، هم المواطنين الأبرياء، اتعامل مع كثير من العصابات الإجرامية اللي داخل هذه المدينة، أريدك تخضع لي. هذا الشخص يداوم بوزارة الداخلية، ضابط برتبة ملازم، بس حاليا السيارة برا وبها الموقع، روح توجه وراقبه ولا تخليه يشوفك. تمام سيدي. لأنه هذا ملازم حذر، ولازم حذر ويعرف انه احنا مراقبينه او يعرف انه احنا نريده. واخذت السيارة وكلش متحمس اليوم اقتل شخصية الضابط الفاسد، هذا الضابط اللي اليوم العب بي طوبة، اليوم العب بي جولة، راح اصل بي ترقية. انطلقت واخذت هذه السيارة الكشخة الخرافية. قبل بداية الفيديو يا اخوان، او احنا بدينا الفيديو اوريدي، لايك واشتراك بالقناة وفعلونا الجرس حتى ننزلكم هواي مقاطع. مثل ما تشوفون هذا التيل شلته، سلم لحبيب التيل. وهنا وصلنا لهذا المكان اللي هنا مقر، تشوفونه وزارة الداخلية قد آمي. حاليا دا انتظر، طلع أبو السيارة دا ألحك هنا، الهدف مالته طلع قدامي دا أشوفه، سيارة بورج لك، هذا مبين ضابط فاسد باعش دون عنده سيارة خرافية. دا أمش وراء على كيفي على مود ما يلقطني، لأن هذا كلش تعبان وفد واحد يعني مش ما كان مراقب وكلش حذر، لأن مثل ما قال الظل إنه هو يعرف نفسه راح نلزمه وراح نقتله، فلذلك هو يخاف ودائما مسلح يكون وياه. فهنا لحقته مثل ما تشوفون أمامكم، أحاول أقرب عليه وأراقبه من الصيد منطقة شولة، هنا أصيد صيدة خرافية حتى بعد ما يلزمني. مثل ما تشوفون يا أصدقائي، حاليا أنا دائم شوراه تقريبا صار ساعة دائم شوراه البيت مالته. طبعا هو ماخذ له فيلا بعيده، طبعا ضابط فاسد ومرتشي ويقتل ويسجن الناس ظلم، فلذلك سياره طلعت ورا. لك لك من هاي السياره عم تتراقب، معقول يريد يقتلونه؟ لك من هاي سوى حادث، ضربه. هاي احلى فرصه اجتني اليوم انتقم من عنده. تعال خلط بك اليوم، اليوم العب بي طوبه، تعال لك، يلا وقف، انزل لك، تعال راح اصلى، ارفع ايدك، لا اقول لك ارفع ايدك، تعال لك انت، تعرف شنو انت منين جبتك؟ لك انت شنو راح اطلب بك ترقيه، ارفع ايدك، يلا تعال على السياره، ترجل على ايدك، خلى قيدك شوي احسن لي. عليك تعال يا امي، تعال جيبه وياك، تعال امشي لي قدام، لا اقول لك امشي لي قدام، جيبه على السياره عافيه، يلا صعده في السياره. لك اليوم الحج مالتنا يفرح بيك، اليوم اشو على ذانك بصل، صعده بارك الله بيك، صعده لك اليوم اشو على ذانك بصل، اليوم العب بيك طوبه، تعال هنا خلي العب بيك طوبه،
تعال انزل انزل لك انزل جبان. اليوم هذا اخر يوم عمرك. احكي لي شنو امنيتك قبل ما قلت لك. والله انت ظالمني. هذا ظل ماكو غير الظل دزك علي. انا ابو جرائم. ولك انت تعرف شنو الجرائم اللي مسويها؟ تعرف الامور اللاعب؟ وين هذا الحكي؟ ماكو هذا الحكي. انت ضابط فاسد ونهاية كل ضابط اليوم ينكتل وادفنك وما حد يسمع لك سالفة. ماكو هذا الحكي صدقني. انا هو ظلمني. يلا الشاهد على روحك. والله اللي مثلك حتى الشهادة ما تنفع بيه. انت ظالمني. مثلك انا اروح من الدوام ارجع للبيت اعيش عائلتي اروح للدوام بس. يعني ما عندي انا معيش عائلتي انا الوحيد. زين ومسألة هاي الجرائم اللي مرتكبها؟ ماكو هذا الظل. هو اللي الظل قاعد يفسد يريد يطلعني من مكاني. ماكو غير هذا الظل. انت كلش قهرتني وبصراحة مبين شكلك حباب. انا راح اعوفك تروح بس بشرط تخلي من الحياة. ما اريد اشوفك لان انا هسه راح اتصل بالظل اقول له راح اكتله امامك بسمع صوت طلق وهمي بس اريدك انت تختفي. اذا لزمك راح يقتلني انا بمكانك فانا راح اضحي طيارة على مودك انت. طيارة وهسه اطلع قبل. تعال خل افتح القيد ماتك. سيادة الظل تسمعني؟ سيادة الظل اسمعك. سيدي هذا المجرم امامي وقعدت على ركبه ودي يتوسل ويبكي وحبيت اسمعك صوت الطلق واني اخلي 20 طلقة بمخه. ماشي يلا ليك. يلا شاهد على روحك. موت كلب. ها سيادة سيادة الظل سمعتني؟ استمعك هاشت ايدك وما قصرت توجه لي. صار سيد انا جايك. تعال ليك هسه باوع وينك. هسه اسمعني تعال. جنتك وعائلتك وجوازك وعدل للمطار. اذا لزمك الظل اثنين كتله انا قارت قبل هسه للمطار قبل. يا الله خل اطلع. كيف يا اصدقائي ليكون هذا الظل دربي انه انا ما كات لان هذا يعني كلش واصل ويكون مراقبني بس لا ان شاء الله هذا راح يخاف هذا انا متاكد يخاف هذا 100% هذا يخاف. تعرفون ليش يخاف؟ لان هذا راح يفلت يخاف على نفسه. ايش خسران هو؟ قابل بس انا انكتل قلت له وراح تنكتل انت. فلذلك انا متاكد راح يسافر ويختفي من الوجود واهم شيء عبرت على الظل. بس المشكله انه هاي هو ولاء الظل قال لي انه اريدك انت تكتله وانا كسرت عليه. لا كلش قارت انا بقلبي بداخل انسان يعني انا منظمه شريره ما اعرف حقيقتها والله بصراحه. فهسه هو قال لي تعال المقر راح اروح لاني. هلا نروح له. وصلنا هذا البيت مالته. وصلنا المقر وراح يقتلنا ابويا. راح يكافيني شو تقولون؟ يكافيني لو يقتلني؟ انفتح ولك. هلا نروح للظل البشره نقول لك انت النار. سيادة الظل وينك سيادة الظل؟ السلام عليكم سيدي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام بارك الله فيك سيد. والله لو شوف شلون روحه فرفحت شلون خليت مخه بالعثه يلهيج. صوتي ما صورت لما شال التليفون كان شوفتك شلون هيج طال يتوسل ويبكي ومهيته بالقاع موته سيدي. ما قصرت وانا هم عندي لك مفاجأة مكافأة على العمل اللي سويته. ما اريد ولا فلس اهم شيء ترضى علي والثق بي يا سيادة الظل. عندي مكافأة لك. بارك الله بيك بارك الله بيك وانا محضر لك مكافأة على العمل اللي سويته. لا سيد لا تحرجني والله عم رضاك علي كلش كافي. لا اريد فلوس ولا بيت ولا هدية اهم شيء الثق بي. إن شاء الله ثقتي بيك عالية. أخيراً جيب لي المكافأة من بويا لو يدري بياني ما كاتله والله يعلقني بمكان ذيك النخلة. أمزين رب أصدقائي المتابعين طبعاً إذا درى بي غير هذا الظل يجلدني جلد ومن فوقها صدك وعبر عليه المقلب وراح يعطيني فلوس لك. هاي رهيبة هاي المنظمة. شوف البيت مات باعوا لك هذا ملياردير. هذا ملياردير.
شو تقولون أصدقائي المتابعين؟ أكتله بالأخير وصير أنا مكانه لأن هذا مبين. شوف المكافأة اللي جبت لك إياها. لك هاي شنات؟ لك أنا مو قلت لك روح. قلت لنا ولك. لا يا غبي لا يا غبي أنا مو قلت لك سار. شلون تقدر يا زغبي؟ سيدي بس أفهمك أستاذ. أستاذ الله عليك بس أفهمك. بس اعطيني مجال أفهمك. تفضل. هذا ظل يتوسل وظل يبكي وانا قهرت عليه وتعرف بيه اني اول بدايه وياكم مو مالكت وموت بصراحه كلش انقهرت عليه ابو سيدك هسه دا تريدني اقلت لك قدامك اسمعني اسمعك تم البدايه ما ثقيت بيه لو ثقيت بيه كان وصدقت حكي كان ما ترددت بتنفيذ الامر ماشي اسمعك اخر فرصه لك يا اما تثبت ولاءك للمنظمة او تقتل عندك خيار اما تقتل او تقتل زيد والله انا ما اقتل والله العظيم انا دجاجة ما اقتل انا تحمست من عندك خيارين اخين اسحب اقسام لا سيد ابو سيدك دقيقة زين اعف علي هذا هم عنده ايتام وعنده جهال اعف علينا اثنيننا احنا اثنيننا نستاهل الطرد راح اشوفك فيديو حتى تعرف انه انت قشمر وغشيم وقشمر عليك هذا التافه شوفني يا سيد شوف ماشي والله قال لي بريء قال لي ما مسوي تفضل هذا الفيديو شوفه ملف شنو رايك ولك سيدي بس هذا ما راح اكل اكل هذا راح اكل اكل ولك انت بكيت وتقول لي انا بريء وعندي عائله وطلعت هاي المصايب وردت توقع بيني وبين الظل وردت اموت انا بسببك وادفع ثمن غبائي بسبب واحد جبان وكلب مثلك انت المثلك ما يستحق فرصتين لذلك راح اثبت ولائي للظل وانطيك وحده بالراس جبان سيدي شنو رايك هسه انا ثبتت ولائي لو لا أخيل نعم في هذا الضابط المرتشي الفاسد تمام تبقى بالزبن تعال يا أميز دي موضوع وياك ولا تصدق بحكي هذه العساكر الفاض كذبت عليك مرة بعد ما لك أبد هذا وعد ان شاء الله راح تجيك مهمة ثانية بس انت هسه تقريبا دخلت للمنظمة مبدئيا بس اكو اختبارات راح تجيك زين راح تجيك اختبارات وخلي اقول لك شغلة ترى ما احب اذكرك انا الظل يعني انت تحت مراقبتي تمام سيادة الظل احد عيناك ورهن الاشارة تحتاج من عندي شي بعد؟ تقدر تتوكل يا مميز وبس يا اصدقاء جميلين الرهيبين اجينا نهاية الفيديو ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقة لايك واشتراك بالقناة واعتذر على الصوت اللي شوية تعبان بالفيديو ان شاء الله بالفيديو الجاي راح ارتب لان كان عندي غلط كلش تعبان فان شاء الله راح ارتب لكم المقطع الجاي بس اهم شيء لايك واشتراك ونشوفكم فيديو ثاني ومهمة جديدة مع السلامة